لانه راح عليه تعال ننتحر جماعيا كلنا رايحين كلنا رايحين لهالدرجه يعني لا ليه شو صار له هو كان كثير بيضحكنا يعني اوكي كان يعمل جو هون عن جد طيب كلكم ما بتعملوا جو هالقد فاشلين انتم لا اكيد يعني لا ما بنعمل جو بس انه هو كان غير هو مكانه غير هون يعني رح انسان اذا فل رح تحس بفراغ عن جد هلا اهلا ريتا كل انسان بس يفل بتحسي بفراغه اكيد هو كل انسان بس انت وين بتحطي تركيزك عمين مركزه يعني اذا انت مركزه على علي بتحسي بفراغ علي صح اذا انت مركزه على ريتا بتحسي بفراغ ريتا يعني مثلا اوقات بالعيال مثلا بيبقى عندك كوزان مثلا عندك ابن اولاد خال كتار في واحد منهم اذا بتفقديه بتحسي بشيء ما بتحسي للباقيين اخواته يعني انت مركزه عليه وهذا بيعني لك طبعا بالنسبه لغيرك نهار اللي انت بتكوني منهاره بتطلع على البلكون تلاقي واحد عم يرقص ما حاسس انه في حدا صار له شيء مثلا ما بدها هالقد الصبر عند اهله مبسوط وبلش مشواره قبل فين احلى 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 عرفنا قلنا امبارح عرفنا انه بلش مشواره حلو يعني قبلكم بدكم تلحقوا سليم عم تاكل انت يا تعيسي يلي حامتيني هموم الدنيا على راسي جايك الحديث جاي الحديث جاي تخلصوا الاكل بس جاي الحديث كيف كنا بالبرانجا كنتوا منيح انا جاي اليوم خبركم عندي موضوع اليوم للقائي فيكم موضوع هو الكاركتير يعني الكاركتر تعرفوا شو يعني الكاركتير مش يعني الكاركتير هو نظام هالشخصية يعني طبع هالشخصية كيف الكاركتير هو بيسير الموهبة لأنه في موهبة بيجي الكاركتير تبعنا نحن بس طبيعي هو بده ياخد الموهبة أوقات بيفتصها أوقات بيقتلها أوقات بنجحها مش المطلوب أبداً تغيير الكاركتير أبداً غلط كل المدارس بالفن يلي علمت الناس إنه تغير كلك لحتى تصير فنان ما نجحي بس شو بيصير؟ هذا الكاركتير من أنتو وصغار بحط عليه رواسب بتصيروا تاخدوا أشياء الكاركتير بصير يلقوت أشياء الأشياء اللي ملقوطها الكاركتير العاطلة مفروض تنزت اوكي مفروض تنزت لحتى واحد يوصل للكمال بالفن بس دعاء وين ايوه عم تبلع عرفتوا كيف هاي هي يعني الكاركتير مثلا هلا بس نقوم منبلش لانه فعلا بدي احكي معكم جديا هالمره لانه مثلا كاركتير امبارح خلى إليا واقف كانه بده ينفجر شيء بعد ثانيه معلقينه هون بالتعليقه بالخزان لانه ليه؟ لانه بده يقول لما بدا يتسنى ليلي يعني هو معود يغني لفيروز ولما بده يقول لما بدا رح بده يصير شيء يعني لما ما عدت اعرف انا اذا بيعرف يغني ما مش صرت عتلاني هم رح يوقع بالارض ليه؟ طلعت فيكي شفتك ليه عم تعمل هيك؟ وصوتك حلو وعم تغني حلو واقف مثل اللي بده يوقع عليك قايلين لك انتبه لانه هاي تريل فوقك مش ثابته عرفت كيف؟ هيك تماما كيف هلا اذا حدا بيقول لي بس اذا بتقول لي وساليها فجاه سوري بس انتبه مدام لان هيدا ممكن يوقع هذيك مره وقع خلص ما بقعد فيها اعمل شيء بتصير هيك عرفت كيف؟ انت هيك بتشنج في مثلا اسد هرب من السير وجاي من وراه مش عم تعرف اي ساعه يا رب قول هالجملة لما يجي الاسد ليه عم تعمل هيك الي شو في ستريس ما زالك انت بتحكي على فيروز لما غنت فيروز يا جاره الوادي اصعب غنيه بالعالم غنتها اهين من نحن والقمر جيران غنتها بنوشالانس اكثر بلا مش لا مبالات ابدا بس ب لا نفرش لوشا ارتياح لا ايه من ارتياح طريقة سلسة
هيدا شيء حامله كاركتير. انا ما عم لك تغير كاركتيرك، انت كاركتير رومانسي، انت كاركتير حليم، انت كاركتير انساني. الشاب اللي انا بعتبره مودرن، لانه انا هول الشباب تبع الرجوله يعني والشوارب وهيك، وعرف اه ما بحبهم يعني، مش هو هن الرجوله، انا بحب الشاب المودرن يعني. وين رايحه الانسانيه اليوم؟ بس حامي كاركتيرك حامل رواسب شي ما بنحمل. شوفي مش هالقات يعني، لما بدأ يتصنع ما بدأ هالأيام. وزارني المحبوب. عزوري سيطارة المحبوب. ريتا يعني ريتا عندها كاركتير انه انا ما بستحي، انا قوية كتير، انا ما في ما بنحريش كذا. بتقلنا هن، تخبرينا هن انه انا كل تبكي بك تخبرينا انه انا قوية ما بستحي، عندي ثقة بنفسي. تخبرينا هن رحتي على مطرح تاني تستفزينا. تستفزي للإنسان انه اه اذا ما بدك رأيي ليش عم تغني لي دخلي؟ ايه انا جاي لكم هول هول هلا. اوكي هيدي المخلوقة شو ناقص؟ ما عم حدا يفسر لي شو ناقصها لبتضل حزينة. شوفي ليش ما بتجي بتقولي الو بدي احكي مع كلوديا انا لحالي اذا في شيء؟ انا انت بدي اشوفك بس تفلي من الاكاديمية، بدي اشوف شو عندك. انت توقفي لي مثل اللي يعني كل اللي عم بيموتوا بالدنيا بيقربوك، كلهم 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 بدك تروحي على دفنهم كله. مش ملحقة مش ملحقة. شوفي شوفي اذا هلا بعدين شو بعدين شو؟ انت شو بتعرفي من مقاس الحياة بعد؟ ماشي ماشي بعد ما اكلت كفوف، بعد ما اكلت كفوف صدقيني هول مش كفوف، هول بروفا ريبيتيسيون. هيك بتبلش الحياة يا بنتي، هيك بتبلش، هيك ما نبلش. اسمعي اسمعي ما عم ينسى الرياضة. بدي وين حطتهم هول الميداليات؟ بدي روح بدي روح كسرهم بالبيت. بيقول جملة اسماعيل ورا هاي الجملة الكورال بده يقول، هو خلص جملته. شو كانت جملتك أول جملة؟ يا مالي الشام يا مالي الشام، يلا يا مالي خلصت يا مالي. ما قالوا يلا يا مالي بيقولوا هولي، وعم طلب شيء ثاني. إيه؟ هن طلبوا مني إنه الكورال اسكت حبيبي اسكت. أنا ما عم قلك تغني، بس خليك متواصل معهم، خليك بقلب الغنية. عم تفهموا شو عم بحكي؟ يلا يا مالي، هلا مش دوري، هلا مش دوري، إجا دوري. طال الليل شوفي شوفي كوسة يعني، خلصت أول وحدة، يلا خلصت تاني، تاني 100 متر هلا. لا ما هيك الفن، لا غنيت حلو وصوتك كتير حلو. بس وين هيدا الانسان اللي دايب بالاشياء؟ وين؟ ليس؟ ليس؟ في عندك شيء كثير حلو بفتشوا عليه تفتيش ليوصلوا له، كثير حلوه هي وردين. تذكرني بالشخص كان يوم عم يشتغل لي بالبيت. حاطط قلم مثل هيدا. كان قلم الصبح. الحلو انه انا عم بسمعك برتاح. انا ما بحس انه بده يغلط هلا زحر، لا حس انه ليس مظبطه كلها، بده يقولها كلها بتجني. بس المشكله انه انت كمان عارف هيك، وهلا شوفوا شو بدي اقول. ايه ليه زودت امبارح؟ زودت حسيت زودت ليس حسيت. عم تفهم شو عم اقول؟ جدا. عبد السلام كثير حلو انه انت مهذب ومرتب وبتحبه ل كاظم، بس مش لهالدرجه. معلش انا ما حدا قد بيحترم الفنانين. هديك السنه عملت مشكل لحالي لانه حدا نصب فنان، بس مش لهالدرجه، على راسي وعيني. طيب خلص موقف حد غني لنقول انه بكثير احسن منه. فرجيني حالك، الناجح اللي بوجهك لازم يعطيك قوه مش يعطيك ضعف. انه انا كثير بحترمه، كل تك بتقول له انا بحترمه، كل ما تطلع فيك تحترمه. لا مش هالقد،
احترمه. ليش اذا انت وقفت بوجهه ونفسته ما بتكون تحترمه؟ انا ما عم اقول انه انتم كنتوا روعه وهلا، بس صار الوقت اني خبركم. صح صح اكيد تغدر. صار الوقت اني خبركم. بس تجاييكم الحديث. مينا مينا انت حدا عنده موهبه ما عم بعرفه انا، بعد ما لقطه، بعد ما طيتني، لا بعد ما لقطني الخيط، تجي لعندي على الإيفال بتبكيني. يعني جيت فسرت لي زوروني كل سنه مره، انت ظهرت، انا جيت قلت وطلعت على التلفزيون بحياتي ما تهيأ لي انه زوروني كل سنه مره رح اعتبرها من ختيار عم بيقول لي تعا زورني بالمأوى. فظيع انت يا مينا، هيك تطلع لي بالراي غنيه ما بدش يعني ايامي لحتى نفوت فيها. مزبوط لإلك مش لإلك ما بدي احكي بهالحديث. مينا لإلي شاب موهوب، شف لي شو في بكاركتيرك مش ظابط تنظبطه لحتى تطلع للناس مثل ما انت، لحتى تطلع بكاركتيرك المزبوط. عم تفهم؟ في شيء شو هو؟ فتش عليه، فتش فتش، بضل واحد يفتش كل العمر اوقات. يعني ليش انا مثلا مش كيف ما زتوني بجي واقف، صارت هاي الاسواره فاصوليا على الحلم. يعني انت تعا سير فكر انه انا ليش امبارح مثلا وافترضوا انا حطوني بمطرح مش لإلي، كيف بدي اعمل انا لإله الناس وخلي وجودي يكون رائع؟ فهمت علي؟ ما انت بتدق موسيقى، ما انت شاب جسمك حركتك حلوه صوتك حلو، شو في؟ ليه؟ فسر لي يا انت فسر. انا ما عم اقول انكم كنتوا عاطلين ابدا ابدا، هيدا الشيء بدي اقوله. طب ايه النقص؟ يعني ايه اللي امبارح اتشاف مثلا مني ده غلط؟ انا ما بدي فوت بالاصوات وبالغنى، بس انا حسيت امبارح احساس ايه؟ اه انه انت كنت برات الغني بالغنانه. ايه انا هيك حسيت، ما بعرف شو بدي اقوله لك. مدام كلودي انا نطيت نطه، لو اي حد نطها تاني إيه لشو هاي النطه؟ مش هيكمل غنى. طيب قول ما في نط، هاي النط اعملوا شيء. محتاجين نعمل اكشن في الـ في الـ في التابلو، محتاجين شكل كويس برضه. اكشن ما كانت جيت بين ايدي، ما هو ده اول مره. ايه انا جنان. لازم اعمل كده، لازم. يعني انا مش هينفع اقول للمخرج لا، لان انا عايز اعمل حاجه تلفت النظر إيه؟ وفي نفس الوقت عايز اغني. لقي لها حل لهالنطه، لقي لها حل. شوف شيء ما توصل على مطرح في نقص، في نقص. حسيت؟ حسيت؟ طبعا. ريان عنده شخصية أنا بحبها. ريان صامت بس بيعطي. فجأة هيك بفجئني أنا. بفوت مثلا بيوقف قدام الميكرو، شوي ببلش لما بدأ يتسنى. أنا بقول إنه ريان لما بدأ يتسنى خاف عليه، بقول شو بده يعمل؟ بفجئني، على طول ريان بفجئني. طلع يغني راب، فجأني. حلو هذا الشيء ريان. حلو انه انت هودي، يعني لما انت بتفاجئ حدا يعني انت عم تعمل مجهود. صح مش هيك؟ من يعني يلا بس شو بدكم؟ بدكم هيك راب يلا هيك بفاجئكم؟ لا معناتها انت فهمان شو عم تعمل. صح. في عندك شوي من عبد السلام، زياده شوي تهذيب، يعني زياده. انا ما عم اقول لكم بلا تهذيب، ما تفهموني غلط، بس انه طلع شوي هيك، فرجيني أكتر شوي، يعني فرجيني الشاب اللي فيك. لاحق يصير عمرك 50 سنة، فرجيني الشاب اللي فيك الصغير اللي ممكن. يعني مثلا وقت طلعت مع ليا كنت هيك ايه، يعني حتى لو عم تغني لما بدا مش ضروري يكون راب. يعني نحن معلمينا اشياء انه من العشرين، من الخمستاشر سنة للستة وعشرين بحبوا الراب لازم، بس يصير 27 لازم بطل. ليه أنا بحب الراب؟ شو هالمعنى؟ هذا شيء بضحك. إنه ليه فيك تغني اللي بدك إياه بهيدا العمر اللي أنت فيه؟ أنا كنت محتاجة امبارح شوف شيرين وغادة مثل ما شفته، كنت محتاجة حلوين لذيذين عم يعملوا حركات كذا، إنه أنا مش بس أم كلثوم لا
انا كنت محتاجه اشوفهم انبسطنا والناس انبسطت مثل ما شفتهم. هذا اللي عم اقول لكم ليش انبسطت. هلا هن اصواتهم احلى مما انا سمعتهم امبارح. لازم كمان تعرفوا انه انا مش بالضروره اغني لام كلثوم ليبي صوتي حلو. عم تفهموا اللي عم اقول لكم؟ اكيد كلامي الحسن ليكم. لا انت بعطيتي دور ما لي ميزيرابل. بعطيتي دور البؤساء. البؤساء يعني عجبني. انتوا كنتوا كثير من ايه؟ انتوا امبارح اثنين. هلا مدام كلودي فيني اسالك؟ لا عم تشوفيني حزينه بالبرايم او شو؟ لا خلينا جايك الحديث. هذا كنزة وابتسام كنتوا لذيذين امبارح. هيك مسلطنين مبسوطين. انا لاني بحكي شوي ببره بسمح لحالي اعطيك ملاحظه. لما تتحمس كثير تعمل جريماس بوجهك. بتعرفي شو يعني جريم؟ ما تعملي لانه انت ما عم تغني لمسرح، انت عم تغني لكاميرا اخذتك جروب له. في بعض الجريماسات حلوه انه بتبسطك فانسان يعني. ليش في ناس بيعملوا تيك نيرفو يعني بيعملوا شيء مثلا ضايق مثلا هيك؟ لانه هذا الشيء بيريحهم، هذا الشيء بيكون عم بيريحك لانه انت بهاللحظه هالقد كنت مبسوطه. شوي سيطري على جريماسات وجهك. انا ما عم اقول هيك لا، بس اللي انت عملتيه امبارح نتفه يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها. رجعي بتذكريهم شايفتيهم انت؟ شوي شوي بس كنتوا بتجننوا اثنيناتكم، كنتوا كثير منيح. هي انت جايك الحديث لحالك. اوكي دودو دودو يعني جسم رقص بالي كلاسيك ما هيك؟ جمال شخصية بتطلعي لتغني بتوقفي مثل كأنه يعني اخذي صفر بكل هول عم قولهم هيك. بدري كيف يا رب دخلك اخلص او يكون حدا عم يشوف. هيك شوفي شو يعني شو بدك مثلا لتوقفي منيح؟ شو مين بدك تكوني لتوقفي؟ انا ما بدي حالي. بدك حالك. شو بي حالك؟ مش حالي حالي هون. شو المشكلة؟ صوتي. صوتك المشكلة. شو بي؟ مدام لاسلي وانا قاعدين بنعاني فيه من اول ما جينا. ايه واللي حصل امبارح على المسرح. ايه انا فجأة وقف. ايه يعني فجأة حيت. فعشان كده الوقت كله كنت مرعوبة. كنت عاملة كده. ليه كنت مرعوبة؟ وقف أكتر بس مرعوبة. وقف أكتر. نحن عم نتسلى. نحن هون عم نتسلى. في مصايب بالدنيا ما بتخلص. نحن هون عم نتسلى. إذا راح صوتك إجا صوتك. من رعبتي شو عم تنرعبي؟ راح صوتي أنا. شو في يعني شو يعني أنت شو المأساة الإنسانية اللي عم تعمليها يعني للعالم؟ إذا راح صوتك خانك صوتك. بالعكس عادة مثلاً بالدول المتحضرة وحتى العالم العاشر اللي نحن يعني بنتم العاشر مثلاً إذا واحد عم بيقول شيء تنقوله غص مثلاً دمع بصيروا زقفوه يعني مهيك؟ إيه مثلاً إذا واحد غرق للضحك مثلاً بالمسرح عم نحضر مسرحية مثلا الممثل بيبقى خلص ما بوقف فيه بصير يضحك وهذا شيء غلط. بصير السال زقف وقع واحد بصير السال زقف. بتتصرفي بالمأساة يعني انا راح صوتي يا ويلي. ايوه فات الترين ونوميني وصوتي فجأة وقف. ايه ونوميني شو يعني؟ بتعرفي كم نوميني صار فيه قبلي؟ ليش دعوة قبلي؟ أنا ليه دعوة بنفسي؟ أنا هنا جاية عشان نفسي، هي دي الفكرة. إيه بس فكون إن أنا عندي كل الحاجات اللي حضرتك قلتيها. إيه طب لا أنا عم بسأل سؤال. أنا ما عم أقول لك ميال قلبك لازم نعطيكي جايزة لأن راح صوتك، لا. أنا عم أقول لك صار وراح صوتك. منيح؟ قعدتي أنت انرعبتي لدرجة مثل ما الأخ عمل إنه راح أكثر ونسيت الكلام. طيب لو راح صوتك وأنت قلت طيب ماشي 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 خليني كفي. خليني كفي. أكيد أنا إنه كان أحسن.
كان اللي بقي منك احسن. انا ما عم بفهم ليش تاخدوا مشاكلكم بمأساة. ليه؟ ما عم بفهم. يعني في بعض الاشخاص فنانين كبار كبار عندهم بتاريخهم 50 سنة و40 سنة من الغنى، صار حادثة نفسية راح صاروا فترة، شو بنعمل؟ شو عندهم؟ اشتغلوا على حالهم ليرجع صوتهم. نحن في عنا مطربة اسمها صباح، سامع فيها؟ شهرورة. صباح صار معها حادثة عائلية من زمان، راح صوته، فقدت صوتها صباح من زمان وكان بعدها صبية. كفت شي 30 سنة كارير بلا صوت. صباح اليوم آخر سنين سمعتوها من وقت ما أنتوا خلقتوا هذا مش صوت صباح، بس ما قبلت تقول. عن جد؟ طبعا. يعني كل هالصوت الحلو ما عنده صوت؟ قبل قبل كان قبل صوتها كان أحسن بكتير. قبل صوتها كان لما تغني صباح ما حدا يسترجي يوقف قبيلها. صار عندها حادثة للمواويل، يعني هو القديم، هو القديمين هو القديم، بس كفت بكل فرح لليوم. إذا بتروحي بتزوريها اليوم بالمرض وبالبيت بالحالة اللي هي فيها بتضلك تضحكي لتفلي. شو ناوية؟ يعني في أشياء بتاخدوها مثلا بعض المواقف بتاخدوها أنتو، أنا ما بفهم شو الحل تبعها. يعني تخانق وغادة وليس صلاح ولا مبروك ميرسي ثانكس. ما عاد نخلصنا، تفوت على الأوضة تكفي، يروح لهونيك يكفي، تتلاقى بريتا تكفي، تتلاقى بوي كفي، ما خلصنا. شو هن؟ وما عم بفهم شو السبب. هي عم تقول له ما بخصك فيي، هو عم بقول لها بخصني فيك، هي عم تقول له ما بخصك فيي. طب ما خلصنا يا جماعة، ارجع غيب، انا اكتب، اشتغل، اعمل اجتماع، اجي لاقي غادة بعدها عم تحكي عن انه ما بخصه فيي بس مع غير حدا، والليس عم بيقول بلا بخصني فيها. طب شو لوين انتو بدكم توصلوا معي؟ انا جيت سمعت وخبروني وشفت، شو بتريدوا اعمل اذا ما كنتوا تكنوا؟ بقى شو بعمل؟ يا بدي اقضي الموسم عليكم لان ما بخصوا فيها، نقضي موسم ما بخصوا فيها 4 شهور، يا بدكم تتفضلوا اثنيناتكم تحلوا مشاكلكم برات الاكاديمية. ما في اشياء ما إلها حل، بتحطوني بموقف ما إله حل. انت اليوم عم تحطي حالك بموقف ما إله حل، عم تسكري على حالك لانه صار معك مشكلة ومدري شو بالصوت. مش عم قلل دعاء، مش عم قلل من المشكلة، عم عالج لك اياها. مش انت، انا ما بعرف عالج الصوت، انا ما بيتعالج صوتك اذا انت هيك، ما بيتعالج صوتك اذا انت هيك. زادتك كل الصفات الحلوة ومركزة على هذا الموضوع عشان هو ده الاساس. ليه؟ هو كل الكلام ده لما بطلع بيبقى صفر علشان الاساس مش موجود. تريبيا، انا رح اعطيكي مثال. انا مغرومة بإلي وكل الحوالة إلي، عائلته، انا هو مسيحي انا مسلمة، مغرومين ببعضنا، مش ضابطة عائلته، مش قبلانة فيه، هو الاساس. إذا بدي ضل مركزة على الأساس ما بتجوز إلي، بدي روح خلي أمه تحبني تقتنع أنه أنا لو أني من غير دين بس أنا إنسان عادي وأنا رح حافظ على دينه وعديني، عبفلسف لك الأشياء لتفهم شو عم برجع بروح نبيه بقى، لأنه هون بهالحالة الأساس لحاله ما بيعمل لي شيء وما رح أوصل فيه لنتيجة. عم تفهموا؟ روحي على التفاصيل التانية بيجي الأساس لحاله. قوي التفاصيل التانية اللي فيك يا عم، بتبقي عم ببداية ان شاء الله فكركم. انا ما بشوف لك، انا هلأ بعرف كم في خيارة بهاي بلا ما اطلع، مش عم بمزح. تطلع بأول البرايم لك بتاخد العقل لك، جسم مبين انه لك لوحده واضح انه هاي البنت بتعرف جسمها بتعرف ترقص. شوفي شو بتطلعي لتغني، عامل لك عقدة هالصوت بلي حقيقة غلط خالص.
يعني انا انسان، انا مؤمنه فيكي، انا شخصيا انا مؤمنه فيكي. ما بتعطيني مجال تطلع بترقصي بالاول؟ يا الله بقول شو هالطله، يا الله شو حلو، يا الله شو بكيف ببين الانسان. بصير اقول حد لاستاذ الياس ولامير، بصير اقول ليكو ليكو الانسان اللي شاغل على حاله كيف ببين، كيف بتعرف جسمه، بتعرف ايده كيف، بتعرف اجره كيف، بتعرف شعرك، شعرك بيرقص. شو بتطلع لتغني توقف هيك اجريا رح تركع بالارض يا دعاء؟ شو بكي ولو ما ممكن يكون عنا نقص بثقتنا بنفسنا وننجح بالفن. اوعى تفكروا، اوعى تفكروا. هيدا اللي كنت عم قلو يا عبد السلام، انه وقفت انت غنيت لك، غنيت غنيت، نحن حبيناك مثل ما كنا عم نحب كاظم الساهر ورايق، وكل تكبك تفسر لي انت انه انا اقل من كاظم الساهر. لك يا خيي طيب ما فهمنا، ما قالوا 100 سنه بغني الزلمه وانت بعد ما طلعت. فرجيني فرجيني، خلي ان الجراي تقول تاني يوم غنى حده ومدري شو. فرجيني هيك عم بتشرقي. مش ما هيدا مش قلة احترام، بالعكس انت بتحترمه لما تفرجيه انه انت هالقد فيك تعطيه غنيته، هالقد فيك تعطيه. هيدا البنت كل الجرايم هي عملتها، وكل اللي ماتوا بيقربوها، وكل اللي الزلزال بده يصير بعد شوي مدري وين بده يكون في سياره مرقه هي بتعرفهم، ما تعطى الهم من هلا. ليه ليه؟ شوف في بدك تفلي بكير، عبالك رح تموتي لتفلي بكير. بالعكس ما عم تفرجيني شيء، ابتسام مثلها توقفي هيك مثل الواقف مدري كيف انه بدي اقول هالغنية وفل. يلا عشان مش واثقه فيها، مش واثقه فيه، عارفه ان هو في لحظه ممكن يروح، يروح زي امبارح، يروح. ما ايه اللي حصل امبارح؟ لانك ناطرتيه يروح، لانك شاد عليه هاودي كورد فوكا هول هول. شو ما بقى نعرف هودي كورد حبيت هول بيروحوا، هول التعصيب بيقتلون. ما جسمك عدوك، بيكره بيقهرك، بيعرف شو بدك من شو خايفه منه. تعملي رجيم بيعرف الجسم انك عم تعملي رجيم. تنصح بتصيري اذا بتاكلي لقمه بخزنها. تنصح جسمك عدوك، ما زال بيموت. بعد في خيانه اكثر من هيك؟ شو الناس طالعه؟ بعد في خيانه اكثر من هيك؟ بتبقي رايحه بدك تغني ل 120 الف واحد، بتضربي اصبعك بالباب ما فيك تحكي. لك شو عدوك؟ اكبر عدو لحالك جسمك وانت. طلعي طلعي، ما بقى تخافي دعاء حبيبتي. فرجينا دعاء الفنانه. ما بدي صوت، ما بدي صوت. شريهان عندها صوت؟ مش مصريه انت؟ بس انا عايزه صوت، انا بحب اغني. بكره بيجي. طب هات نجيبه، عيط له شرفك، قوم عيط يا صوت. صوت. بس هي الفكره لما انا دخلت وحضرتك شرحتيه قلت لي ان كل الحاجات التانيه باينه الا ده، بس كل حاجه لوحدها. دلوقتي ما بقاش في اصلا حاجه باينه؟ انا ساعه عم بحكي ما في حاجه باينه. لا في، يعني قصدي في، بس حضرتك قلتي ده انا بطلع كله بيبقى زيرو. انا لا انا قلت زيرو. اول شيء انا ما قلت زيرو. ساعة إلي كل ساعة بفسر لك إنه بس تطلعي بتطلع فيك. شو عم بقوم بتغزل فيك أكثر؟ ليك إيش عم بتقول عنك قبل؟ قلت لك عندك كل شيء، بس طلعتي وكأنك هيك نفسيتك يعني. لا شفتي؟ شفتي قديشك سلبية؟ شفتي قديشك سلبية؟ عم بتقوليني حكي في مليون شاهد أنا ما قلته، بس أنت صدقتي إني قلته. هيك بدك إني أقول؟ شفتي قديشك سلبية مع حالي؟ شفتي قدي عم تجلدي حالي؟ ليه؟ ما عم بتخلينا الست ابتسام نحس انه بنعطيها شيء هيك. تطلع طلعناها لتغني غنية، وقفناها حلوة، مزبطناها عم تلمع لمعان، وقفة هيك. خلصوني خلصوني. شوفي 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 شوفي، كلنا عنا مشاكل يا شباب يا جماعة. هاي الحياة خلقت، نحنا خلقنا هون، أكيد أكيد في حياة تانية أكيد، لأن إذا هي لحالها بنكون أكلنا الضرب.
لما نكون اكلنا الضرب مزبوط انه جينا بس هاي ما في غيره. هلا نحن شو بنصير نتامل انه اذا نحن عم نتعذب هون هلا هونيك رح نبسط اكثر وياي اذا طلع ما في شيء كو اكلنا الضرب. مشان هيك العذاب اللي عم نتعذبه هون وانا مؤمنه طبعا دينيا انه في حياه ثانيه بس كثير حلو انه نعيشها هون. حلو فيها هون تحدي تحدي على طول. اذا ليك اذا قلتي لي بدي هيدا يعني خسرتي هيدا تاخدي هاي بتخسري هاي فهمتي؟ اذا قررتي تطلعي بهيدي ما بتشوفي الي لان قررتي تعملي فوكس هون على طول في شيء عم تخسريه. بيجوا بالطياره بتقول لك لحمه او دجاج في اسخف من هيك؟ اذا قلتي لها دجاج خسرت اللحمه هاي الحياه الا الاثنين انت بتقولي لك اكيد هاي هي كل القصه يا جماعه رح نوع عليك رح نشتغل على الكاركتر بتوعدوني انا مش لإلي بلا لحظه 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 بعثي ليا بعثي ليا جايه الحديث ليا بعثي ليا ومحمد محمد نعم انا بس قلت لك امبارح اني بحبك بكل عفويه لانه انت حكيت عن هاي العفويه شرف لي طبعا انا بعبد الناس العفويين العفويين يلي بس العفويين بقلب العفويين بقلب انت عندك عفويه بقلبك الكبير مش عفوي بعقلك عفوي بقلبك وهي شغله عظيمه وهي شغله بتساعدك بالفن بس انا بدي اياك تعرف معلي انا كثير صريحه معكم اليوم انا بدي اياك تعرف انه البساطه مش ضعف يعني انت قوي محمد انت بسيط يمكن انت جاي بسيط مش يعني بسيط لا 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 انا انسانه بسيطه ما بعرف كون غير بسيطه انا لتاريخ اليوم بسيطه معي دولار معي مليون دولار اغلى وحده باخذ اصغر وحده اعلى وحده ما بقى اطلع مقابلات مثلا تلفزيون لانه كله مقارنه بصير صحيح انه انت اليوم اكثر وحده صحيح اغلى وحده يا خي احكيني شيء تعرف له طعمه تعرف اخر همي انا وين بالصف ومين قبلي ومين بيقبض بعدي ومين بيقبض قبلي وانا بجي بقول لك هلا جاي انا كنت انا واوباما وجاي لعندك فيك تكذبني بلا طعمه انا انسانه عفويه وبسيطه اؤمن انه الفرح بيجي من البساطه وهذا اللي عامل لك اياه مش رح تفرحي اذا ما صرتي بسيطه مش رح تفرحي رجعي للاساس رجعي للسامبليسيتي تبع الانسان من هون فيك تنطلقي محمد عنده هاي البساطه بالخلقه بالفطره بساعدك الجو اللي انت ربيت فيه ما في كتير فيلات وبيسينات وبنات عتلاني هم اذا المايو من لون الموبايل والموبايل من لون الحلقه والحلقه من لون السكربي تمام لان هو بموخره العقل يعني اذا بتشوف منهم كتير ببعد بصير تفكر انه هاي هي الحقيقه انا بقعد ابص كتير وبص ايه مين كده هاي البساطه بدك انت تاخدها تخليها معك انت وعم تتسقف وكيف السقافة بتجي شو يعني سقافة نحن مفكرين انه السقافة مين عامل مين مخرج فيلم ما بعرف شو بيعرف شو مسقف اي سنة ست ال 67 برافو لا مش هاي السقافة السقافة يا غادة ويا ليس انه اذا ضيقنا من بعضنا قدام الكاميرات نقول جملتين وينتهي الموضوع هاي السقافة السقافة انا اذا شفت انسان مضايق اعرف احكي معه اذا مثلا فجاه انا فات قليله عندي هيك طلع له حبه هالقد هون ما جيب له سيرتها انا